كشفت تقارير كمان ان النجم الكبير كريستيانو رونالدو اللي يمكن عامل حاله في اوروبا تلقى عرض اخر للهروب من يعني من جحيم مقاعد البدلاء في المان يونايتد، وكمان في ظل عدم فوز رونالدو بثقه المدرب تنهاج. رونالدو ما بداش المباراه يمكن اللي فاتت في طبعا الدوري الانجليزي اللي كانت طبعا كارثه على المان سيتي، وكمان في مباراه امام برينتفورد اللي فاز فيها برباعيه نظيفه ما شاركش الا يمكن في اخر دقائق في هذه المباراه. عايز اقول لحضراتكم رونالدو يعني من وقت للتاني بعض العروض يعني بتتعرض على وكيل اعماله جلاتا سراي من الانديه التركيه، عرضت عرض كبير جدا، وكنا سمعنا في الاسابيع اللي فاتت كان في عرض خرافي على مستوى الكره السعوديه، ولكن انا اعتقادي الشخصي ان رونالدو عليه ان يعيد نفسه من تاني. رونالدو لازم يركز في الملعب اكتر، رونالدو خلاص يعني انت في سن اعتقد، وما تخسرش جزء من التاريخ الكبير جدا جدا اللي انت عملته. رئيس نادي جلاتا سراي تيمور يعني هو قال برفض الحديث عن محاوله التوقيع مع اللاعب البرتغالي اللي بيتقاضى مبلغ كبير جدا 360 الف جنيه استرليني اسبوعيا، لكن يعني زي ما بقول لحضراتكم قيل ان بعض ممثلي جلاتا سراي بيتفاوضوا في طبعا في التعاقد مع او مع الكلام مع رونالدو في الفتره دي. طبعا جلاتا سراي من الفرق الكبيره على مستوى تركيا، بيحتل المركز الرابع في الدوري التركي بعد يمكن انهاء حزين للموسم الماضي، وكان في المركز ال 13.